مدير استدعى موظف عنده، قال له أنا مسرور من أمانتك، من اهتمامك، من دقة عملك، لكن هناك تأخر صباحي كل يوم، أتمنى أن تتلافى هذا. شوف، زاده حرصا ولا يعود. ولا يعود. يعني اذكر الإيجابيات ليطمئن من تحدثه، ليرتاح لحكمك الموضوعي. ومرة ثانية، الموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية في وقت واحد.